شوطنا يستمر وانطلاقاتنا تتواصل شوطا تلو الآخر هنا متابعين الكرام، لنتواصل مع حضراتكم لنرحب بكل الشعارات وبكل الأسماء الحاضرة في هذا المسار. صدارة هذا الشوط والمركز الأول يأتي في هذه اللحظات ويتقدم هناك محمد بن أحمد بن صالح العامري، يتواصل في هذه اللحظات مشاهد الأعزاء متابعين الكرام مع شعاره ويقدم لنا هذا الاسم، بينما المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات والوصول مشاهد الأعزاء من علامة وحمد بن صالح راعي الطير العامري يقدم علامة في هذا المسار، بينما الوصول في هذه اللحظات والقدوم على ثالث الأسماء. ويأتي في هذه اللحظات هناك مع منصور أحمد بن مطر بن مايد الخيلي يقدم لنا منصور على ثالث الأسماء، بينما رابع الأسماء التواصل والقدوم من هوايل وحمد بن هلال بن خيري الجنيبي يقدم هوايل في هذا المسار على رابع الأسماء، بينما المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات من مثيرة وسهيل بن سالم بن هيا العامري يأتي في هذه اللحظات يقدم شعار أيضا على خامس الأسماء، بينما سادس الأسماء هناك الوصول وهناك القدوم أيضا من مطفية لمحمد بن علي حسين العفاري يأتي في هذه اللحظات مع مطفية في هذا التحدي، بينما هناك الوصول والقدوم في هذه اللحظات أيضا يأتي في هذه اللحظات أيضا محمد بن حمد راعي الشيك العامري يتواصل بشعاره بانطلاقات أبو حمدان يقدم أيضا نوعياته الرائعة على سابع الأسماء. ناخذ المركز الثامن والقدوم في هذه اللحظات من شاني لمحمد بن هلال بن سعيد العفاري يقدم أيضا شعاره وتحديات هذا الاسم، بينما المركز التاسع تاسع الأسماء هنا الدخول متابعين الكرام من الزين لعبد الله بن سالم بن رميلة العامري، وعاشر الأسماء الذي نختم به النداء في هذا المسار. هناك أيضا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام يأتي هذا المسار الرائع والجميل. هناك طويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري ياتي في هذه اللحظات مقدما ايضا شعاره وتحديات هذا الاسم مع ايضا ذخيره في هذا المسار. اذا هذه النتيجه والعوده الى الصداره، العوده الى المركز الاول والقياده الاولى من خلال تحديات هذه الاسماء والشعارات الرائعه والمميزه والرنانه هنا التي تشعل نار المنافسه وفتيل التحدي هنا من خلال هذه التحديات. لنعود إلى الصدارة، لنعود إلى المركز الأول والقيادة الأولى الشهرية لمحمد بن هلال بن سعيد العفاري يأتي في هذه اللحظات يقدم شعاره، بينما المركز الثاني هناك الدخول من منصور لأحمد بن مطر بن مايد
الخياليات في هذه اللحظات على ثاني الأسماء، بينما هناك الوصول من علامة وحمد بن صالح راعي الطير العامري يقدم لنا علامة في هذا المسار، يقدم شعار أبو محمد، يقدم شعاره وتحدياته وإبداعاته المستمرة، بينما هناك القدوم والتواصل في هذه اللحظات، أيضا القدوم من مطفي للمحمد بن علي حسين العفاري يأتي في هذه اللحظة على رابع الأسماء، بينما المركز الخامس هناك الدخول والتواصل من الهائل محمد بن حمد رعشيقة العامري يأتي في هذه اللحظات على خامس الأسماء، سابع الأسماء أو سادس الأسماء، هناك الدخول والقدوم في هذه اللحظات من الزينة عبد الله بن سالم بن رميلة العامري. بدأت الأسماء بالانطلاق والظهور، وهناك أيضا شعار أبو سعيد، هناك متابعين الكرام شعار أبو هلال، نعم بالفعل يتقدم في هذه اللحظات محمد بن هلال بن سعيد العفاري، يقدم شعار تحدياته إبداعاته هناك على الصدارة الأولى والمركز الأول والقيادة الأولى، ما شاء الله هنا بهذا الأداء الرائع والأداء الجميل. وهناك شعار حمد بن صالح راعي الطير العامري قادم في هذه اللحظات على ثاني الأسماء، ولكن هنا أيضا الانطلاق، هنا صاحبة العوايد وصاحبة الإنجازات، ما شاء الله عصاتها في البطان تكرر الإنجازات، نفس السيناريو، مشكور يا محمد يا بن هلال يا بن سعيد العفاري على فوز على انتصار الشاهنية في هذا الشوط بلا أوامر ولا تعليمات، تهاني وناموس. المركز الثاني شعار حمد بن صالح عطيل العامري، بينما ثالث الأسماء وصل شعار الخيلي على ثالث الأسماء مقدما لنا منصور أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. إذن متابعين الكرام التوقيت الزمني كان أيضا 6 دقائق 36 ثانية 55 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لملك شانية محمد بن هلال بن سعيد العفاري على هذا الفوز والانتصار.